بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وتغطية خاصة والأهلي ينتخب. الصراحة حابب أتكلم مع حضراتكم على حاجة مهمة جدا. قبل ما تقيم أي شيء في حياتك لازم أن تعلم أين أنت. الناس في أوروبا في أي حاجة هم بيعملوها عشان ياخدوا قراره، عشان يقيموا، عشان يبقى ليهم رأي، أول حاجة بيدرسوها بيعملوا قياسات. القياسات دي عبارة عن تقييم الوضع، أنا فين؟ عشان تعرف أنت فين لازم تبص للي حواليك، الخريطة اللي حواليك في كل الأصعدة، سواء من الناحية السياسية، سواء من الناحية الاقتصادية، سواء من الناحية الرياضية. بمعنى مثلا مدير فني لما بيجي يمسك فريق عشان يعرف إيه إمكانيات الفريق بيعمل قياسات للعيبة اللي عنده. القياسات ديت بتحدد له المدى الفني والمدى البدني، لان القياسات مش مجرد ناس بتجري وبعمل لهم بمسك لهم ستوب ووتش، فبيديني مؤشر عام انا رايح لاني حته. هل اللعيبه ديت هتقدر تقدم لي انهي نوع من انواع الفلسفه؟ هل انا ماشي في الطريق الصحيح؟ ولكن في نفس الموضوع لازم ابص على اللي حواليا فين عشان اعرف فين انا. حتى يقول لك وير وي ار، احنا في انهي نقع، في انهي نقطه. فبعد ما تعرف وضعيتك وتدرس وتعرف قياساتك وتعرف ارقامك، والارقام دايما لا تكذب، عشان بس نبقى واقعيين، ارقام دائما وابدا لا تكذب. عشان كده الدنيا في كل المجالات، وبندي مثل في اوروبا وبندي مثل بالقوى العظمى سواء امريكا او روسيا او في كل الامور، لانهم متقدمين جدا. متقدمين ليه؟ لانهم متقدمين بمواكبه العصر بالعلم. حتى كره القدم هي علم، عشان بس نبقى متفقين مع حضراتكم. عشان نواكب العصر لازم نبص احنا فين. فبكره كلها ساعات، وهتبتدي التنافس. انا مش هقول معركه، وعمري ما هقول موضوع معركه الانتخابات والجو اللي حضراتكم عاملين تسمعوه بقالكم فتره كبيره جدا في وسائل الاعلام. انتخابات النادي الاهلي ليست معركه، بل هي تنافس وشرف في خدمه هذا الكيان العظيم، النادي الاهلي، نادي القرن. فانا بخاطب دلوقتي جمهور النادي القرن، اعظم نادي في الكون، اعظم جمهور في العالم، اللي دايما هو اللاعب رقم واحد مش رقم 12. بعض بيقول جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم 12، انا بقول لحضراتكم جمهور رقم واحد. على مدار 110 سنه كان جمهور النادي الاهلي واعضاء جمعيته العموميه اللي هم جماهيره، وهم العمود الفقري لهذا الكيان العظيم. وتعاقبت عليه العديد من الادارات، وكل اداره كانت بتعمل اللي انا بقول لحضراتكم عليه. اول حاجه بتدرس ايه اللي عندي وانا فين، وابص على اللي حواليا، ابص على اللي حواليا عشان اعرف اشوف انا محتاج ايه لكي اقدمه لهذا الكيان العظيم. فبقول لحضرتك بص على النادي الاهلي الان اين وضعيته. هبتدي معاك في ملف كره القدم، وبعد كده هنتطرق للملفات الاخرى. بمعنى النادي الاهلي في هذه الفتره ماشي بخطه ثابته جدا ما شاء الله في الدوري العام، وكسب ابرز منافسيه. من هم ابرز منافسيه؟ نادي الاسماعيلي ونادي المصري متصدرين الدوري. نادي الاهلي واجه الاسماعيلي وفاز عليه بهدفين مقابل لا شيء، وواجه المصري وفاز عليه بهدفين مقابل لا شيء. اذا انت المؤشر العام وقياساتك، انت عارف انت رايح فين. النادي الاهلي في هذه الفتره خلاص انا متصدر الدوري وراكب الدوري العام، فبناء عليه انا ماشي في الطريق الصحيح. فاذا عرفت ان انا ماشي بخطى، على الرغم ان انا عندي مؤجلات في جدول الدوري عشان اركب، وفي نفس الوقت انا بصيت على اللي حواليا، منافسيني اللي انا كسبت، والبعض الاخر والمنافس الرئيسي اللي هو الزمالك خسر، وعلى الرغم ان هو كمان عنده موضوع الانتخابات، وده انجاز اعتقد ليه فريق الكوره كابتن حسام البدري انه يقدر يقفل على الفرقه، وايضا شيء يحسب لمجلس الاداره انه قفلوا بعض الفرقه عن موضوع الانتخابات. وحضراتكم عرفتوا ان في مليون جنيه غرامه على اي لاعب هيشارك في الانتخابات باي صوره من الصور. اذا عشان تعرف انت رايح فين لازم تبص وتعرف مكانك وتبص على اللي حواليك. نفس الشيء بص على كل الجوانب. النادي الاهلي ماذا يحتاج؟ يعني عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي على مدار 110 سنة دائما وأبدا من أصعب الأعضاء الجمعية العمومية إرضاء. ليه؟ إن عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي لا يرضى إلا بالريادة في كل شيء. بمعنى
على السبيل الرياضي زي ما ابتديت مع حضراتكم دائما وابدا هبدا بكره القدم الرياضه، انا لازم اكون رقم واحد، مش هينفع اكون رقم اثنين، ومش بس في كره القدم، ده في كل الالعاب الاخرى. نادي الاهلي حينما يخش اي منافسه ويدخل اي منافسه يبحث عن الرياده، يبحث عن التتويج، يبحث عن الارقام، يبحث عن الالقاب، سواء العاب فرديه، سواء العاب جماعيه، سواء على اي رياضه بيخش فيها النادي الاهلي في منافسات. طيب كل هذه الامور بتؤدي الى ايه؟ انا ماشي في انهي اتجاه؟ ووضعي جاي في انهي اتجاه؟ وانا فين من اللي حواليا؟ نفس الشيء بالنسبه لموضوع مهم جدا وهو التطوير ومواكبة العصر في الانشاءات. والانشاءات تحتاج الى تمويل، والتمويل يحتاج الى موارد، والموارد تحتاج الى فكر استثماري، وتحتاج الى العديد من الاستراتيجيات. ومواكبة العصر هي اللي بتؤدي الى التطور، لان الثبات زي ما اتفقنا مع حضراتكم هو بدايه النزول وبدايه الانهيار. اذا ايضا لازم انا ابص اين انا؟ ايه اللي موجود عندي؟ وايه اللي انا محتاجه؟ وانا مش هعرف ايه اللي محتاجه النادي الاهلي الا لما ابص فعلا وما اخدش من السبعه، واللي شاف غير اللي سمع. وهو ده اول نصيحه بديها لحضرتك، انك لازم مهما كان اتجاهك ومهما كان قرارك لازم تبص قبل ما تاخد هذا القرار عشان تشوف الصوره مكتمله. ما تجيش على السمع وما تسمعش كل اللي بيتقال، لان للاسف في هذه الفترة، فترة الانتخابات، في إشاعات من هنا ومن هناك. إذا وجهة نظرك لازم تيجي بعينك أنت، مش بعين حد تاني. لازم تبص وتشوف أنت واصل لأنهي مرحلة عشان تعرف تاخد قرارك، أنا همشي في أي اتجاه، وإيه البرنامج اللي هيحقق لي اللي أنا أتمناه. عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي يحتاج إلى التطوير، يحتاج إلى مواكبة العصر. النادي الأهلي عضوياته وأعضاء جمعياته العمومية دائما في تزايد. إذا ما هو البرنامج اللي هيحقق لي هذا التوازن في هذا الاتجاه؟ يبقى أنا ابتديت مع حضرتك بالملف الرياضات، إيه هو البرنامج اللي هيديني تفوق وريادة في رياضات سواء كرة قدم، ألعاب أخرى، ألعاب فردية، وفي نفس الوقت انا بتكلم على ايه الملف اللي هيديني انا ماشي فين في مواكبه التطوير من الناحيه الانشائيه، ومن الحاجات اللي هتفيدني كعضو جمعيه عموميه. لان عضو جمعيه عموميه مش بس عايز كرسي وشمسيه زي ما الناس بتتكلم، لا، عضو جمعيه عموميه في النادي الاهلي لازم يكون النادي الاهلي بيكسب بطولات، ما بيرضاش الا بكده، وعشان كده هو مختلف عن اي نادي تاني. وكنيه وايدنتيتي وهويه النادي الاهلي، ايدنتيتي يعني هويه، الهويه دي بتيجي في الرياده، وده قدر النادي الاهلي. لنادي القرن لم ياتي من فراغ، بل هو عمل تم بناؤه من 110 سنه، طوبه ورا طوبه في 110 سنه وصلتك للكلام اللي انا بقوله لحضرتك دلوقتي. انت فين؟ ولازم تبص وتعرف انت فين وفي أنهي اتجاه ووصلت لإيه، وأنا إيه البرنامج اللي بسمعه عشان يحقق لي طموحي، عشان يوريني أنا عايز أواصل في أنهي اتجاه، في أنهي شيء. ودي من الحاجات المهمة جدا. أيضا موضوع الخدمات، عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي يحتاج إلى الخدمات. إذا برضو لازم أبص وأتواصل وأشوف واعرف ايه البرنامج اللي هيديني الخدمات اللي انا اقدر امشي في الاتجاه بتاعها. بناء عليه ابتدي اعرف انا محتاج انهي اتجاه، محتاج امشي مع انهي برنامج. لازم نقسم الامور الى ملفات. حينما تؤتي القياسات بشيء بتؤتي بارقام، والأرقام لا تكذب، ولغة الأرقام هي لغة العصر، شئنا أم أبينا. إذا لم نواكب العصر سنتراجع، والنادي الأهلي قدره أنه يمشي إلى الأمام. يعني هو ده
من 110 سنة النادي الأهلي الكيرف أو المؤشر العام في تزايد، في ارتفاع. في أوقات بيبقى في أوقات صعبة، ولكن اتعلمنا من النادي الأهلي الوحدة من أجل المرور على المحن. فأنا بقول لحضراتكم الصراحة، وده من أول يوم ابتديت فيه هذا البرنامج الأهلي ينتخب وكان شرف ليا، أني كنت دائم أني فعلا بقول الله يكون في عون مجلس الإدارة القادم للنادي الأهلي، سواء كان من هذه القائمة أو من هذه القائمة أو بعض من المستقلين. ليه؟ لأن عضو الجمعية العمومية تعود على أمور أصبحت في منتهى الجمال من ناحية الإنجازات، وبل بالعكس يريد أكتر. يعني لما نيجي نتكلم على الناحية الرياضية، تفوق الرياضي يقول لك وإيه ده يعني؟ ما أنا لازم أخد الدوري، ما ده خلاص أنا متعود على كده. فإذا مجلس الإدارة القادم عليه أن يتفاعل مع هذا الأمر ويتعامل معاه بفكر متطور في إدارة كرة القدم، بيديلك في الآخر إنجازات وتفوق رياضي مش بس في كرة القدم بل في كل الأعمال. نفس الشيء من ناحية الإنجازات الإنشائية، نادي الأهلي على مدار السنين في تطور في الإنشاءات. إذا أيضا على مجلس الإدارة القادم، احنا دلوقتي ما شاء الله بنتكلم في الفرع الرابع في التجمع الخامس، نتكلم على حلم وهو استاد النادي الأهلي. كل هذه الأحلام يجب أن تتحول إلى واقع، يجب أن تتحول إلى واقع، واقع ملموس يحس به عضو الجمعية العمومية، عشان هو ده حلمه، هو ده اتجاهه، وهو ده اللي بيرضى بيه. وبرضه رجعت وقلت لحضراتكم إن عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي هو أكبر مشجعيه، فما بيفصلش ملفات كتيرة عن بعضها، ما بيرضاش بحاجة واحدة. يعني لو أنت أديت في مجال واحد أو ملف واحد بشكل كويس، وحتى لو حققت فيه إنجازات كبيرة، هيقولك لا ده مش كفاية. فكل ملفات إدارة النادي الأهلي هي مهمة بالنسبة لعضو مجلس الإدارة، ومهمة بالنسبة للجمعية العمومية. إذا فكر المجلس الجديد والله يكون في عونه مهما كان هو مين، عليه مسؤولية كبيرة جدا وعبء ثقيل جدا، خاصة إن النادي الأهلي أنتوا حضراتكم اللي تحكموا هو بقى فين. وده بداية كلامي مع حضراتكم، إنك لازم تبص أنت بقيت فين، بص على الأندية اللي حواليك من كل الجوانب مش من ناحية واحدة فقط. أنا ما كلمتش حضرتك إحنا فين في كرة القدم فقط، ولا في الألعاب الأخرى فقط، ولا في الأنشئات فقط، بل أيضا في الخدمات. كل هذه الأمور وأمور أكثر يتمناها عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ومن أجل ذلك سينزل غدا من أجل أن يدلي بصوته حتى يأتي بمستقبل أفضل للأهلي. النادي الأهلي على مدار تاريخه وعلى مدار 110 سنة وتواكب في مجالس الإدارة، كل جمعية عمومية دائما وأبدا تبحث عن الأفضل مهما كانت أنت حققت إيه. طب إحنا بمناسبة هذا الكلام عندنا تقرير مهم جدا عن رؤساء النادي الأهلي، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام. حسن حمدي أو وزير الدفاع كما تلقبه جماهير الأهلي، أحد رموز الإدارة داخل القلعة الحمراء بعدما تولى مسؤولية قيادة النادي خلفا للراحل صالح سليم بعد وفاة الأخير عام 2002 وحتى عام 2014. واستمر حمدي على مدار 12 كاملة أحد رموز النجاح في قلعة الجزيرة. بدأ حسن حمدي حياته لاعبا في صفوف الفريق الأحمر، ولكنه اعتزل في وقت مبكر بسبب الإصابة واتجه للعمل الإداري، وتولى منصب مدير الكرة ثم رئيس قطاع الكرة بالنادي قبل أن يشغل عضوية مجلس الإدارة، وبعدها يشغل منصب نائب رئيس النادي. وفي عام 2002 تحمل حسن حمدي المسؤولية خلفا للمايسترو وسط ظروف صعبة،
ولكنه نجح في قيادة سفينة الأهلي ليكتسب ثقة الجمعية العمومية في انتخابات 2004 و2009، ثم رحل بعد تطبيق بند الثماني سنوات. وحقق فريق الكرة 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا في عهد حسن حمدي أعواب 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، بجانب الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وحصد السوبر الأفريقي 6 مرات متفرقة. كان تقرير عن الكابتن حسن حمدي، واحد من اهم رؤساء النادي الاهلي، وبنعرض مع حضراتكم دائما وابدا في الاهلي ينتخب كل رؤساء النادي الاهلي عبر تاريخه. كمل كلامي على وضعيه اليوم وهو اين نحن نادي الاهلي في هذه الفتره. ابتديت مع حضراتكم بملف كره القدم، ثم ذهبت الى ملف الانشاءات، اذهب الى ملف من اهم الملفات وهو ملف الميزانيه. وزارة النادي الأهلي الآن ما شاء الله فيها فائض كبير جدا، وده جاي من فكر بيواكب العصر. ليه يواكب العصر؟ لأن أنت كل فترة مواردك بتتغير، يجب أن تذهب إلى الأمام، محتاج الدعم في كل الأمور، وهذا الدعم لا يأتي إلا بتوفير الموارد المالية المناسبة عشان تبتدي تدفع بقى عجلة الألعاب في التنافس وأيضا عجلة الإنشاءات. ودي أمر في منتهى الصعوبة على أي مجلس إدارة، على أي مجلس إدارة طوال التاريخ بيبقى أمر في منتهى الصعوبة إنك تقدر توازن في الأمر، لأن أنت عندك الألعاب كرة القدم هي فقط اللي بتقدر تجيب لك عائد، والأول مرة في تاريخ أي نادي في تاريخ أفريقيا إن فريق كرة القدم وميزانية كرة القدم تطلع بالربح، بفائض ربح ليه النادي الأهلي، وده لم يحدث من قبل، وده شيء طبعا مهم جدا لأن توفير الميزانية وتوفير الفلوس هو اللي بيقدر يدعمك في بقية الأمور. إذا أنت ناجح في الملف الرياضي ما شاء الله، بتتصدر المشهد سواء على المنافسات المحلية وأيضا بتذهب بعيدا في المحافل الدولية في كل الألعاب، نفس الشيء بتؤدي تطور إنشائي كبير جدا. تطور الإنشاء الكبير جدا عشان تحافظ على البالانس أو التوازن محتاج إلى ميزانية ضخمة عشان تواكب العصر، ومواكبة العصر يأتي فيه أن أنت تبتدي تدور على موارد أكثر عشان تؤدي هذا الأمر، وهذا ما حدث. لذا على أي مجلس إدارة قادم عليه مسؤولية كبيرة جدا في أنه يوسع هذا المجال، يوسع هذا المجال في أنه عليه أن يوفر موارد أكتر، لأن النادي الأهلي كل سنة بتمر عليه كل ما بيحتاج موارد أكتر، لأن عقود اللعيبة على المستوى الرياضي ما بتبقاش بنفس القيمة، كل سنة بتزيد على كل الألعاب. نفس الشيء لو أنت بتعمل بناء، بتيجي بتبني حاجة، الحاجة دي دلوقتي بجنيه، كمان سنة بتبقاش بنفس الجنيه، رغم أن هي نفس القيمة ونفس الخامة، ولكن ما بتفضلش على حالها. فده أمر مهم جدا، لأن على أي مجلس إدارة أنت محتاج أن أنت تطور. صراحة من الحاجات اللي تحسب لمجلس الإدارة الحالي أنه قدر أنه هو يعمل هذا التوازن، وده من أصعب الأشياء، من أصعب الأشياء في إدارة أي منظومة رياضية أنك تعمل التوازن ما بين الجانب الرياضي، لأن أنا قلت لحضراتكم قدر النادي الأهلي أنه بينافس على كل البطولات ولا بديل عن المركز الأول. مفيش مشجع أهلاوي بيبص إلا ما عايز يبص عن النادي الأهلي في أول أي جدول مهما كانت المسابقة، حتى لو لعبة فردية سباحة، أي لعبة فردية نادي الأهلي فين؟ رقم واحد. يبقى كده احنا ماشيين تمام، حتى لو ما كانش عنده معلومات كافية عن هذه اللعبة. وفي نفس الشيء بالنسبة لعضو الجمعية العمومية محتاج ان هو يواكب العصر في التطور الإنشائي، محتاج انه يلاقي مكان لائق، يحتاج خدمة مميزة، يحتاج ان هو يبتدي يحس بان مكانه مش بس نظيف ولكن لائق وشيك جدا، مش بس ان انا جاي بقضي وقتي ان انا ولادي بيمارسوا اي نشاط، لا ده انا مستمتع وبادعو اصحابي وبدعو قرايبي وبدعو كل الناس ان هم يجوا، لان انا بفتخر في هذا المكان لاني بيديني
الأجواء المناسبة، الأجواء اللي تناسب حتى الطبقة الاجتماعية اللي أنا جاي فيها، لأن مش أي حد بيقدر يبقى حاسس بالرفاهية في أي مكان. وده حاجة من الحاجات اللي واجبها على أي مجلس إدارة للنادي الأهلي، ومن الإنجازات اللي تنسب في الفترة الماضية. إذن إحنا بنتكلم على تصدر المشهد في مستوى الرياضات، إذن إحنا بنتكلم على تصدر المشهد في موضوع فائض الميزانية، بنتكلم على تصدر مشهد مهم جدا في الناحية الإنشائية، ودي من أبرز الحاجات اللي تمت في المرحلة السابقة. خلينا نروح نشوف تقرير عن المهندس محمود طاهر آخر رؤساء النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي حتى الآن، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام. المهندس محمود طاهر رجل تحمل كافة الصعاب من أجل مصلحة الأهلي في توقيت غاية الصعوبة. كان طاهر أحد أبطال مصر في لعبة الإسكواش، وانضم لمجلس إدارة النادي الأهلي بالتعيين عام 1996 بعد أن توسم فيه الراحل صالح سليم رئيس النادي الأسبق مقومات العمل الإداري البارع والعشق للكيان، ليدفع به في عضوية مجلس الإدارة ويعتمد عليه في بعض المهام التي نجح فيها باقتدار. وفاز طاهر بمقعد عضوية مجلس الأهلي بالانتخابات في دورة 2000 إلى 2004، ثم ابتعد عن الأهلي لفترة وعمل في اتحاد الكرة في عام 2009، ولكنه لم يكمل تجربته اعتراضا على بعض الأمور التي حرمت الكرة المصرية من طفرة مالية غير مسبوقة. وتولى محمود طاهر رئاسة الأهلي في عام 2014 بعد انتخابات شرسة اكتسحها على حساب منافسه إبراهيم المعلم، ونجح في إعادة بناء فريق الكرة بعد اعتزال أغلب نجومه، وفاز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتوج الفريق بلقبين للدوري ولقب كأس مصر الغائب منذ 10 أعوام والسوبر المصري مرتين، بجانب قفزة هائلة في أرباح قطاع الكرة. طاهر رفض الهروب من سفينة الأهلي بعد حل المجلس بحكم قضائي لخطأ إداري من الجهة الإدارية المسؤولة عن تنظيم انتخابات 2014، وقرر التصدي لكافة حملات النيل من القلعة الحمراء في مرحلة صعبة تحول فيها النادي من مرحلة الأزمات المالية لانطلاقة اقتصادية هائلة. ونجح طاهر في تحقيق طفرة إنشائية هائلة بإتمام الفرع الثالث بالشيخ زايد، بجانب الحصول على أرض الفرع الرابع والبدء في مشروع الاستاد. عملية الانتخابات هتبتدي إن شاء الله في 9 من صباح الغد وتستمر حتى 7. عملية الانتخابات إن شاء الله تتم في سهولة ويسر، أخلاق النادي الأهلي دائما وأبدا لا تتغير حتى في وجود تنافس انتخابي شديد. البعض يطلق عليه أنه هو شرس، البعض يطلق عليه أنه هو دي النادي الأهلي يستحق أن تكون عليه منافسة قوية ما بين المرشحين، الاسمين في المرشحين على مقعد الرئاسة وأيضا معهم بعض المستقلين، ولكن الاسمين الأكثر يعني ممكن نقول الأكثر ثقلا في القوائم، قائمة المهندس محمود طاهر، قائمة الكابتن محمود الخطيب، كل هذه الأمور هتكون موجودة غدا. احنا عندنا تقرير مهم جدا مع سيادة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، مؤتمر صحفي أقيم اليوم يتحدث فيه عن كل إجراءات الانتخابات، إزاي تنتخب، إزاي تروح، إزاي تشوف لجنتك، أيضا بيتكلم على رقابة الموظف والهيئة الإدارية، أيضا الإشراف القضائي على الانتخابات. كل هذه الأمور هتكون موضحة وهرجع أكملها مع حضراتكم، نطلع نشوف ونرجع نكمل كلامنا. احنا بس هبتدي اقول مقدمه كده. اللي تم في الفتره اللي فاتت حصل اجتماعين مع الساده المرشحين كلهم، شرحنا كل الاجراءات اللي هتتم، اللي هشرحها لحضرتكم دلوقتي. الاجتماع الاولاني النقطه المهمه اللي كانت فيه انه بعض الساده المرشحين طلبوا انه يكون كل واحد من المرشحين له
10 مناديب لحدود عمليه الفرز. طبعا عدد كبير لان في 35 مرشح في 10 350، غير ان هو عنده 2 الصبح تاني، غير الناس اللي قائمين على عمليه انتخابيه، فكان الموضوع هيبقى صعب جدا. لكن ما حبيتش اقف قدام الحته دي كتير على اساس ان انا احاول اريح كل الساده المرشحين في الانتخابات ان شاء الله. وطرحت الموضوع لاعضاء النيابه الاداريه واتفقنا على بعض الاتفاقات، وكان حتى من ضمنها ان كان في الصندوق اللي هيتم فيه وضع صوت الساده اعضاء الجمعيه العموميه. اعترض عليه البعض برضه نزولا على طلبهم وغيرناه وعملنا اللي هم عايزينه، على الرغم ان انا في انتخابات نادي السيد والجزيره لقيت نفس الصناديق اللي احنا كنا جايبينها. لكن برضو عدينا النقطه دي عشان عايزين نبعد شويه عن اي حساسيات او مشاكل، وما يبقاش في توجيه ان الاداره او الاداره التنفيذيه ليها اتجاه مع حد على حد. الاجتماع التاني اللي بعديه يعني كان في شده شويه، لكن النيابه بقى رفضت مبدا العشر وقررت ان هم هيكون كل مندوب كل مرشح له 5 مناديب اثناء عمليه الفرز و2 اثناء عمليه التصويت. فبرضه ده وافقنا عليه رغم ان انا شايف ان العدد ما زال كبير، لكن وافقنا عليه. في نقطه ثانيه، كان احنا جالنا جواب في شهر 10 يوم 12 مدير الشباب والرياضه في القاهره اختارتنا ان هي مفوضه من قبل اللجنه الاولمبيه للاشراف على انتخابات النادي الاهلي، ومطلوب مننا نحدد موعد للانتخابات. بعدها باسبوع جالنا جواب تاني برضه من مديريه الشباب في القاهره، وقالت انها برضه مشرفه على الانتخابات وعايزين نحدد الميعاد مع تلافي يومي 24 و25، وممكن يبقى الانتخابات 27 28 30. مجلس الاداره اجتمع وقرر انها تبقى 30 لانه عطلة رسمية. كان ممكن نعمله 27 28 بس لقينا ان ده هيبقى اثناء الاسبوع، المكان بيبقى زحمه، وفي وسط الاسبوع زي ما حضراتكم عارفين بتبقى الدنيا مش يعني مروريا قدام النادي بيبقى الموضوع صعب قوي. فقلنا 30 وخلاص وابتدينا اجراءاتنا على كده. اتفاجئنا بخطاب اخر ان تحول الموضوع الى مديريه الشباب والرياضه في الجيزه ان هم اللي هيشرفوا على الانتخابات. طبعا كلكم عارفين بس عشان يبقى كلام واضح ان احنا عندنا مشكله مع اللجنه الاولمبيه بخصوص اللائحه، ده موضوع في التحكيم هيشوفه يعني. فبعتنا اللجنه الاولمبيه بناء على الماده 16 من اللائحه الاسترشاديه اللي اللجنه الاولمبيه هي اللي حطاها، ان انا من حقي كنادي اهلي يبقى في اشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين. فبعتنا قلنا انه موظفين النادي الاهلي هم اللي هيعاونوا في عمليه تسجيل الاسماء وليس الاشراف على الانتخابات. اللجنه الاولمبيه ردت علينا بان هي موافقه على اجراءات النادي الاهلي. فخلاص كده يبقى موظفين النادي الاهلي هم اللي هيسجلوا برضه، بس بركز على حته تسجيل الاسماء، يعني هو ملوش تدخل في اي حاجه، حضرتك هيديله البطاقه العضويه هيسجل اسمك، هتمضي وتاخد ورقه الترشيح من القاضي اللي موجود وتحط صوتك وتتحط في الصندوق. لما عملنا الاجتماع الثاني كان في اعتراض شديد جدا على موضوع موظفين. طبعا انا شخصيا على المستوى الشخصي بثق تماما تماما في موظفين النادي الاهلي. الموضوع ده كان عمل اشكاليه كبيره جدا جوه الاجتماع، وصلنا في هذا البند بالذات قعدنا فيه 3 ساعات. الحقيقه برضه ما زال لغايه النهارده في مجلس اداره موجود، لانه في بعض الناس كانت بتسال هو مجلس الاداره ما سلمش النادي ليه؟ فانا بسال السؤال التالي، هو كل المجالس اللي فاتت سلمت النادي قبليها؟ لا، الناس كانت بتنظم اجتماعات لان كل ولاد النادي الاهلي محترمين ومحدش بيشتغل لحساب نفسه. فكان لازم ارجع تاني لرئيس مجلس الاداره في حته انا بوضحها، اللي بيقول او اللي قال ان ده لازم قرار المجلس، لا، في قرار من مجلس الاداره بيقول ان مجلس الاداره يفاوض رئيس مجلس الاداره في اتخاذ القرارات الهامه والعاجله. وبالتالي انا رجعت للمهندس محمود طاهر بصفته رئيس مجلس الاداره وقلت له انه في مشكله في موضوع الموظفين. فهو الحقيقه الراجل قال لي اعمل اي حاجه بحيث انك تريح الناس اللي قاعدين حتى لو ان احنا هنرجع لاي جهه اخرى.
فكان في اقتراح انه النيابه الاهليه تشرف على كقضاه يشرفوا على الصناديق. فاتفقنا معاهم ان هم حتى موظفينهم هيجيبوهم يشرفوا او هم اللي هيتولوا عمليه تسجيل الاعضاء. وهم وافقوا واحنا كمان وافقنا. بس في النقطه دي بالذات انا برضو بقول لموظفين النادي الاهلي انتوا ناس محترمين جدا وانا شخصيا بثق فيكم جدا. فعدم يعني ان احنا خدنا قرار ان انتوا هتقعدوا تشتركوا في العمليه ورجعنا تاني لغينا هذا القرار او تلافيناه او شلناكم منها ده لرفع الحرج عنكم. بس احنا نثق فيكم تماما عشان موظفين يعني عرفت انهم زعلانين جدا. وبالتالي انا حبيت برضو ان انا اوضح لهم كل الثقه من ناحيه انا شخصيا كمدير ليهم. يعني موضوع